دي صورة المخرج الأردني إياد قاسم اللي نشرها أصدقائه جميل ظاهر ورزان مغربي على صفحتهم في إنستغرام بعد وفاته امبارح من بعد معاناته مع مرض السرطان. وفي تعليقاتهم نعوه بكلمات مؤثرة، أكيد طبعاً ربنا يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه. طبعاً إياد قاسم هو واحد من أهم مخرجي البرامج التلفزيونية واشتغل بأهم القنوات العربية والعالمية، بداية من البي بي سي بلندن، بعدين انتقل على إم بي سي لندن. وقتها كان أول مخرج عربي لبرنامج من سيربح المليون بنسخته العربية، ترك بصمة بكتير برامج تانية مع إم بي سي وأهم شركات الإنتاج العربية. الله يرحمه طبعا، ومن الأشخاص يعني اللي اشتغلت معاهم كانت رزان مغربي وجمعتهم صداقة صراحة كثير كبيرة، وأمس عبرت عن حزنها الكبير بأكثر من بوست، وإحنا تواصلنا معاها لنعزيها ورسلت لنا هالكلمة المؤثرة. إياد قاسم حبيب الكل، الفرحة والحلم، الرجال، The Gentleman، النبيل، الفلسطيني، الأردن، اللبناني، الإمارات، الإنجليزي، الأمريكي، المنفتح، النير، البروديوسر، The Music Person، الشاعر، الدايركتور، المفكر، صاحب الرؤية، The Chef، The Man With Passion، صديق أحلى أيام حياتي. أول مرة شفتك بأم بي سي قلت يا شو حلو هالشاب اللي إجا على أم بي سي لندن، ومن وقتها ما افترقنا، كنت دايما تقلي أنا بحسك خيالي، بحسك شي ملزق فيي. وصداقتهم كبرت وخلتهم يكونوا من أعز الأصحاب. وتعرفت عليك أكتر، تعرفت على عائلتك بالأردن وعلى أصحابك، وأصحابك صاروا أصحابي وعائلتك صارت عائلتي، وحلمنا سوا وحققنا أحلامنا وضحكنا كتير، دايما بضحكك وبعدني لهلا بدي ضحكك. كان عنا كتير اشياء نعملها وحكينا باحلام بالمستقبل من الغربه، والغربه كانت دايما بقلبنا لانه دايما كنا بنحس انه في مكان لازم نرجع له، في مكان لازم نروح له. بكل الكلام الطيب بسيرتك الحلوه قال عمرك ما كرهت حدا، عمرك ما حكيت بسلبيه، دايما بتحكي مع بالناس بطريقه حلوه. واكيد الذكريات والكلمات الحلوه ما لهاش نهايه او حدود بين رزان واياد، وبالطريقه دي حبت تختم الفويس نوت. ما نتقابل حكون جمعت لك سلامات من كل أصحابنا وخبريات كتير. سوري إذا طولت عليك وعم بدوشك، بس ساعات الحكي وذكريات الأيام الحلوة من لندن للبنان لدبي لمصر لكل العالم والأردن طبعا ما بتخلص. I love you إياد، الله يوسع عليك وينور مكان ما أنت ويكون طيب ومسك وعنبر. تركنا بكير إياد، لازم أقول الله يرحم، بس كتير صعب يقولها. أما صديق الإعلامي جميل ظاهر فكتب: استعجلت يا إياد، تقبل عيون بكاء شبابك، فلا زالت ترى ذاك الوسيم المسقل بالابتسامات والأدب وساعات العمل والحديث عن الموسيقى والحياة. وداعا إياد قاسم. وحب كمان من خلال كاميرا تريندينج يوجه رسالة خاصة لصديقه الراحل إياد. بأم بي سي كان في موظفين من تقريبا من كل الدول العالم، من كل القارات، يمكن أكثر مرة كان في إجماع على شخص أنه محبوب من كل العالم هو كان إياد قاسم. إياد قاسم كان ظاهرة بمحطة أم بي سي، كان دائما هو ينشر الإيجابية بالمكان اللي كان موجود فيه. تعاوننا سوا، اشتغلت معه أول مرة بحياتي كان اشتغل شيء له علاقة بالتلفزيون، كان عن طريق إياد كمخرج، وكان هو يشيل لي كل التانس اللي كان ممكن يكون موجود عندي قبل ما أطلع الهواء. إياد قاسم ولا مرة بحياتي سمعت حدا انتقده أو قال عنه شي كلمة. عادة بالشغل بيصير كتير أشياء بين الناس، لكن هالشخص كان محبوب من كل العالم. اليوم نحن بحالة حزن كبيرة بمحطة أم بي سي على فقدان إياد قاسم، هالشاب اللي هيك كأنه سبحان الله، كأنه الله اختاره لأنه عنده الكثير من الكمال، حضور، إنسانيته، شخصيته، عمله، تفاني بعمله، كل هذه الصفات اللي ممكن الله يجمعها بإنسان بتحسه كأنه إنسان مختار، وللأسف أنه هو يغادرنا بهذه السرعة. بنشارك أهله الحزن، بنشاركهم كل الإحساس هيدا بالفقدان اللي هني هلأ عايشينه، ونقول له لأياد يعني الله يرحمك وتكون بمكان أفضل. وغير أعماله التلفزيونية، فإياد من فترة حب يبعد عن المجال وينتقل للندن ويستقر هناك، وحتى درس بجامعة لو كوردون بلو لأنه عنده شغف كبير لفن الطبخ، ومن بعدها قرر يفتح يوتيوب شانل خاصة بيه علشان يعرض فيها أطيب الوصفات اللي تعلمهم من والدته وسته، بس أكيد زاد عليهم his special touch. تشيلي فليكس، هو amazing.
وشغله كشاف خلاه يوصل للعالميه، ويتم دعوته من قبل كان فيلم فيستيفال علشان يكون من بين الطباخين في المهرجان، الا انه مرض السرطان خطف منه احلامه بعمر صغير وخلاه يرحل بدري وما يقدرش يكمل حلمه في الحياه. صحتين. My name is Iyad Kassem. I'm a qualified chef from Le Cordon Bleu and I hope you like this recipe.